دايما لما حاجه اتكلم هتكلم ان انا اسلام الشاطر. انا اسف ان انا بقول هذا الكلام، ولكن دايما هتكلم كده ان انا اسلام الشاطر المذيع في قناه النادي الاهلي. قبلها طبعا المحب واللاعب وكذا وكذا، حاجات كتيره جدا، ولكن انا بتكلم على دلوقتي. فانا هتكلم دايما كده، هتكلم اللي زيي القريب مني، لكن عمري ما هبص للي ورايا ولا اللي تحتيه ولا اللي جنبي، ولا مش هبص للناس دي مهما يقولوا ومهما يعملوا. هم حرين، اللي عايز يقول حاجه يقولها. انا شخصيا عمري ما هنجرف لحته انا مش بتاعتي، مش بتاعتي يا جماعه، مش بتاعتي خالص. فانا سعيد جدا بردود الافعال اللي حصلت خلال الاسبوعين ثلاثه اللي فاتوا، وقد ايه النادي الاهلي او جمهور النادي الاهلي بيقف في الوقت اللي النادي الاهلي عايزه يقف فيه، لان هم دايما بيحبوا النادي الاهلي من قلبهم مش من حته تانية. قلبهم بيحبوا النادي الاهلي من قلبهم مش من عقلهم، يعني بيحبوا النادي الاهلي من قلبهم وعقلهم. فاللي انا عايز اقوله لحضراتكم ان احنا شخصيا في هذا البرنامج عمرنا ما هننجرف لمن هو اقل مننا، لان دايما حينما تستمر على القمه مش هتشوف اللي تحتك او مش هتشوف اللي اقل منك. هتحاول تتفرج على الناس اللي زيك اللي قريبين منك اللي هم في نفس المستوى اللي حضرتك شايفه ده. ما تحبش تبص كده، انت دايما بتبص لفوق، دايما باصص لفوق عشان توصل للي فوق، ما تنزلش للي تحت. فهو دايما شعار النادي الاهلي النسر، النسر ده دايما بيحلق عاليا، لما بينزل بينزل ياخد الثلاث نقط ويطلع تاني، هو ده يعني معروف. فدايما اللي بقوله لحضراتكم، واعذروني ان انا بطول في هذا الكلام شويه لانه كلام لا يستحق الحقيقه، ولكن دايما قيم ومبادئ النادي الاهلي بتحكمنا، و اسلوبنا دايما هيكون كده، اسلوبنا دايما هيكون كده.